ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هاته، وهذا أبرز عنوانها. شاهد ما قالتها البطلة خديجة المرضي. في أول خروج إعلامي للبطلة خديجة المرضي بعد الإنجاز التاريخي ونيل الميدالية الذهبية في بطولة العالم للملاكمة المقامة في الهند، وجهت شكرها لعموم الشعب المغربي، كما أهدت الميدالية الذهبية والحزام إلى الرياضي الأول صاحب الجلالة محمد السادس. للإشارة، فإن البطلة المغربية خديجة المرضي هي أمنا لثلاثة أطفال، ورغم كل الصعاب استطاعت التفوق ونيل هذا الإنجاز التاريخي. وجاءت تتويج خديجة المرضي بذهبية بطولة العالم للملاكمة للسيدات دورة نيو ديلهي 2023 وزن 81 كيلوغراما عقب انتصارها في المشهد الختامي على الكازاخستانية كونجيبايفا لازات. وتعد خديجة المرضي أول ملاكمة عربية مغربية إفريقية تحقق هذا الإنجاز، رافعة بذلك الراية المغربية للعلياء، لتتواصل إنجازات الرياضة المغربية في الآونة الأخيرة بعد الإنجاز المحقق في كرة القدم من قبل المنتخب الوطني المغربي الأول في نهائيات كأس العالم قطر 2022 والنسوي في كأس إفريقيا للسيدات وداخل القاعة في البطولة العربية والقارية والإفريقية. السلام عليكم. شحال ثقيل. السلام عليكم، معكم المرضي. أكيد 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 البطلة ديالكم، بطلة بنتكم، بنت الشعب، بطلة بسيطة اللي خرجت من رحم المعاناة، الصبر، التضحيات، وما استسلمت. أكيد اللي ما كيستسلمش ربي كيجازيه على العمل دياله والمثابرة دياله، والحمد لله دعاويكم راه وصلوا. وفرحت الميدالية جات، هي الذهبية، وأيضا الحزام الذهبي اللي صراحة كنهدي لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كنهدي ليه الميدالية الذهبية، وكنهدي ليه العلم الوطني اللي كان خفاق في المحافل، في المحفل اللي هو بطولة العالم وسط 65 بلد. كان الوطن المغربي الحمد لله النشيد تعزف، وشحال فرحت الحمد لله اللي عزفت نشيد الوطني كأول بطلة مغربية وعربية وإفريقية كتحصل على هذا الإنجاز هذا التاريخي. شكرا لكل من ساند خديجة المرضي، شكرا على التعاون ديال الشعب المغربي وصل، وحسيت واحد القوة، واحد الحماس باش أنني نفوز في النهائي، وما استسلمتش العصافية، وكنضرب تنقول بلادي بلادي خاصني نربح خديجة، خاصك تربحي. كنمشي للكونكون نقول لها خديجة خاصك تربحي، خاصك تربحي، المغاربة كيتفرجوا، كل واحد في بيته كيتفرج، خاصك تفرحيهم. والحمد لله اللي فرحتكم، هذيك هي الفرحة الكبيرة عندي أنا، وفرحت ولادي، وبغيت نقول لهم ماماكم أخا شهر غابت عليكم، ولكن راها شرفتكم وهزات الراية ديال بلادكم وبلادها، وجابت لكم العز والشرف بالميدالية الذهبية. الله يخليكم ليا وليداتي، وشكرا للفاميلا ديالي، الأب والزوج، بناتي سلطانة، فاطمة زهرة، وعثمان. شكرا العائلة ديالي، خواتاتي كل واحدة في سميتها، خويا وليد، خالاتي، عماتي، العائلة الكبيرة والصغيرة، الحومة، لا من كازا كاملة، المغرب كامل، وأي مغربي في بقف جميع بقاع العالم، تنقول له شكرا، وكنهدي لي هذا الفوز هذا. شكرا شكرا لكم بزاف بزاف، الحمد لله أنا فرحانة وجد جد سعيدة بهذا الإنجاز هذا التاريخي. صراحة أنا ما قادرش نوصف الفرحة ديالي، ولكن غتكونوا فرحتوا، وهذاك الشيء هو اللي بغيت، وهذاك الشيء هو اللي فرحني بزاف.